بيوم من الأيام رح نموت كلنا، ومع هيك نتصرف كأننا خالدين. هناك نوعان من الأشخاص في هذا العالم، نوع يرمي الكمامة والآخر يقوم بتنظيفها. لما تظنين نفسك الضحية؟ هيا أخبريني. بعد مواجهة الموت نسأل عن هدف الحياة ومعنى الوقت. جيئون انتحرت. الوقت محدود لكل واحد فينا، يوما ما سيكون عليك تخطي هذا العالم. يجب علي أن أخبرها بالحقيقة. من آمن بنصر العدالة ومنحاول نصلح أخطائنا. لمن تكون العقوبة؟ لمن أطلق تلك الرصاصة؟ أم لمن بدأ تلك الحرب؟ The Time مسلسل درامي يومياً ابتداء من الاثنين 8 الشهر 5 المساء على الـ LBCI. إذن ما الخلاصة؟